عدنان. برني استاذ. سوي اثنين اول استاذ. اموره. خفى عدنان. خلصت مشاهد الفيلا؟ لسه ما خلصوا. اي بسرعه لانه المخرج بده اياهم. وائل انا ما عم بلعب، بخلصهم وببعث له اياهم. هلا هيك عم تحكي معي؟ قوم اخبطني كفين، ولا اقول لك فوت اخبط المخرج كفين. وائل مالي ناقصك، الله يوفقك. ها بس هيك اخي، هي مشاهد بيت ام احمد. جاهزين؟ خليه يتسلى فيهم لبين ما يخلصوا هدول. اها بسرعه ولا ايه؟ بحبك. سلا. أنا سوسن، حكيتوا معي مشان المسلسل. مشان المسلسل؟ شلفي شلفي. مشان التست؟ الأستاذ يامن. أستاذ؟ طيب أنت شو شغلة؟ الحقيقة أنا خريجة جديدة من المعهد المسرحي، وهذا أول تست لي. أيوة إن شاء الله ما تلبكتي بالطريق لهون. لا، عطيت العنوان لشوفير التاكسي وهو جابني لهون. يعني غريب الطقس. هلأ بس لأنزل باخذك معي. لا شكرا، ما في داعي، ما بدي لبكك. لك لا، شو تلبكيني عادي. لا عن جد شكرا. فكري بالموضوع. انو موضوع؟ يلا باي. ولا تعي 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 تعي. شو عادي شو بي عندي قهوه؟ والله مستعجله شوي. يلا باي. تعي لقلي. خلاص باي. يا ربي دخيلك ساعدني، كل شي باوله صعب. يا مين؟ انت شلون بترشح ممثلات للمسلسل؟ انا ما رشحت حدا، ليش عم تسأل؟ وهي اللي اسمها سوسن اللي قاعدة برا. هاي صح، هي بنت ساكنة عندنا بالحارة، وأمها قالت لي إني رشحها بس بدون ما تعرف. إن شاء الله قلت لها إني أنا هون. ها؟ ما قلت لها شيء، بس هيك مقصود تعمل. بعدين شو بدي أقول عن المخرج؟ لك يا وائل، هي البنت متخرجة من المعهد، والبنات اللي برا من نفس دفعتها بس نسيوا يحطوا اسمها. شو بك انت؟ ماني جايب لك وحده من الشارع انا. بس انت يعني هيك تفشلنا شي دفشه، بركي الاستاذ بيعطيها شي دور صغير. الله يوفقك. ما دخلني. طيب اخي، ما دخلك ما دخلك، بس خليها تفوت تعمل تيست عند الاستاذ، هو بيقرر. اصلا البنت ما بتعرف شكلي، وانا هالشي كله عملته كرمال امها. شو عليه؟ هذا هو؟ احفظي لي هذا الحوار. أنا شخصية منى. موت حالي، عم تفهم؟ لا لا، إذا سافرت رح موت حالي، عم تفهم؟ أساس عندي غير هالجملة لأقولها. وائل؟ لك أهلي سموحة. كيفك؟ مشتاقة. عادي عادي، حتى شوف المخرج عادي. سوسن. أهلين. يا حبيبتي. شو وين مختفية؟ والله بالبيت، لا شغلة ولا عملة. والله كل ما بروح على شركة دوبلاج برشح لهم اسمك، ما عم يتصلوا فيكي؟ لا والله ما حدا عم يتصل فيني. ستي مو مشكلة، كيفون أهلك؟ مشتاقين لك كثير، وأمي بتسلم عليكي، ليش ما اجيتي حضرتي عرضي المسرحي؟ والله ما دريت، إمتى صارت؟
مو مهم، اجت الحرباية ولا لسه؟ مين يعني؟ الحرباية ديانا. ليش بقى حرباية؟ لأنه مساعد المخرج مصاحبة. مين مساعد المخرج؟ وائل. يخرب بيتها ما خلت مساعد مخرج إلا صاحبته. حاج تحكي على العالم، الله يوفق الجميع. والله يا سوسن أنت البنت الوحيدة اللي طلعت رفيقتي من المعهد، لأنك طيبة وأصيلة. تسلمي، بس كل بنات دفعتنا كانوا مناح. أنت هيك مفكرة. شو هذا اللي بإيدك؟ هاي شخصية عطاني إياها وائل مشان أحفظها، بس جملة وحدة الله وكيلك بكل الصفحة. وأنت فتلة عند المخرج ولا لسه؟ لا لسه. بيقولوا إن المخرج نسوانجي، قالوا طلق مرته كرمال ممثلة طالعة جديد، بس ما بعرف شو اسمه. لك ما بدك تبطلي قصصك هي بقى، حاج تحكي على العالم. شو عم جيب من عندي أنا؟ عم بحكي لي من قال. إي ما تصدقي كل شي بتسمعي. حاضر سوسن خانو. شو لإمتى بدنا نضل ناطرين؟ أنت مين حكى معك مشان التيست؟ يامن. يامن؟ شو بيشتغل؟ والله ما بعرف، أكيد معهم هون. وعلى علمك البنات الدفعة جايين؟ والله ما بعرف. سوام. ألو؟ إيه بابا، أنا صرت بالشركة. حكيت معك وجودات؟ يا الله منك، ليش لهلأ ما حكيت؟ إيه حبيبي، حاكي فوراً وبسرعة، وقل له إنه حاكي المخرج مشان يعطيني دور منيح، يعني مو أقل من 80-90 مشهد. إيه حبيبي، يلا باي، ادعيلي، باي. أهلي، حياتي سموحة، كيفك؟ دندونة اشتقت لك مو؟ حياتي يا سموحة، والله والله مو قدي، لك اتضربي من وقت ما تخرجنا من المعهد ولهلأ مو شايفين وشك. الله يتم عليكي مسرحيات ودوبلاج وأدوار، عن جد فرحانة لك من كل قلبي. الله وكيلك حكي على الفاضي، ما في مصاري بالمرة، هلأ المهم صحيح كنتي بمصر؟ ايه مزبوط، بس مو شغل، كان في مشروع خطبة من مخرج مصري وفقص الموضوع. صحيح؟ شو اسمه؟ فوتي هلأ، فوتي بعدين بنحكي. فوتي. يلا فوتي فوتي. سوسونة حياتي. هاي. أهلين، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. بدي أسألك وائل جوا شي؟ إيه حبيبتي جوا. طيب حياتي رح أفوت أنا شوي وبدي ترجع تحكي لي كل شي صار معك. يلا. هاي بلاعة. بلاعة مبتدا صح؟ إنه وينك مبارحة يا موزون؟ تخليني سهرانين لنص الليل وما بتجي. أهلين دندولة، شوفي عينك، عم نام بالمكتب، فوتي. كيفك يا مين؟ أهلين ديانا، ماشي الحال. لو فوتي علي شبك وافية. عاوزتك دقيقة. يلا. المشاهد اللي بعد دندوني ها، من على الوش. ماشي. أهلين سموحة. رايحة تظبط دور البطولة، الله ياخدها على أهون سبب إن شاء الله. والله يا قلبي الشغلة مو بإيدي. والله أنا ما دخلني يا حبيبي. ليك وحياة الله وحياة الله، إذا هي الكلبة اللي اسمها سماح بتاخذ بالمسلسل دور، لا أنا حبيبتك ولا بعرفك، وهي من هلا عم لا. اسمعي، أنا ما بيطلع بإيدي شيء، إذا المخرج بده إياها ما فيني أعمل أي شيء، بعدين هي وسطت إيدي. ليك أنا مالي غشيمة عنك، وقت بدك بيطلع بإيدك ونص، لا تغشم حالك. وغلاوتك عندي، عم قلك ما بيطلع بإيدي أعمل شيء ما وسطت لرفيقتك. لا تقول رفيقتي، تضرب أنت وياها. خلص أصلا أنا ما عدت أشتغل بكل هالمسلسل. دبرت لك دور عمرك 150 مشهد، نصهم مسترات. طب حبيبي الله يخليك، لا تعطيها دور، يعني اعطيها دور صغير، الله يوفقك، دبرها. تكرم عيونك يا قلبي. طيب يلا فوت. صحيح، ليش مالك مهتمة بهي البنت الثانية اللي اسمها سوسن؟ سوسن؟ إيه سوسن هي وحدة جذبة وعلى نياتها، آخر هم يفكر فيها. أيوة شرفي. نورتوا صبايا؟ بعدولي صبايا. شو مشتاقت لكم؟ احنا مشتاقين لك كثير. ايه مسوس، خبرينا شو عم تشتغلي بهالايام؟ يعني ما حلنا نتخرج، شوي شوي الشغل بيجي لحاله. ايه والله معك حق. انت شو اخبارك؟ شو بتحبوا تشربوا يا صبايا؟ انا مثل العاده عدنان. اوكي. قهوه ساده. تكرم عيونك، وانت يا انسه؟ انا كاسه مي. يا على راسي، اهلا وسهلا. يلا احكي لنا شو في اخبار. سموحه. ايه قومي لهيك. يلا. عن اذنكم صبايا. اسمك معك. شو سوسن وين شاردة؟ لا ولا شي، بس خايفة اتأخر شوي. ليش عندك شي؟ لا والله ما عندي شي، بس ما بحب اتأخر.
يلا صبايا انا صار لازم روح، شوفير جاي ياخذني. باي، بشوفكم. طمنينا ان شاء الله اخذتي دور كبير وحلو. ايه طبعا، موفقين. باي باي. حبابة سماحة استاذ. بدوني بيبي تعي شوي. مرحبا وائل. اسمعيني لك، اهلين لولو. لك كثير مشتاق لك. تعي لي تعي. عفوا لو سمحت. اسمعيني يا استاذ وائل لو سمحت. نعم بس بسرعه لانه عندي توف. عفوا بس انا اول وحده اجيت لهون ولهلا لسه ما فت لجوا ليشوفني المخرج. والله مو شغلتي هي، الاسماء كلها عند المخرج جوا. طيب انا اسمي موجود عنده شيء؟ طبعا موجود، بس اذا بتحبي بذكره. والله يا ريت، لانه تاخرت. بعيوني تكرم عينك، بس بوصلك بس ننزل من هون. على فكره انت واحد حقير، وهذا اللي قاعد جوا وعامل حاله مخرج كمان حقير، وانا ما عاد بدي اشتغل معكم. يلا انام، مسافة الطريق وجاي.